اللعيبه المهمه جدا اللي نشات في المقاولين واصبحت مدرب للمقاولين بعد كده، وكانت بوابتك بقى لعالم التدريب. لكن خليني امسكها، انا هرجع لورا وبعدين هندخل اكيد في اللي موجود دلوقتي. لكن ابتديت في المقاولين وحياتك كلها كانت في المقاولين كلاعب، صح كده؟ بالظبط. انا قعدت في المقاولين حوالي بتاع 36 سنه من حياتي. ده انت دخلت المقاولين وانت صغير جدا كلاعب ومدرب. انا رحت المقاولين عندي 8 سنين، تنتني بقى اشتغل في الناشئين، لعيب في الناشئين. الحمد لله طلعت وانا عندي 16 سنه، كانت اول مره تحصل في تاريخ النادي اطلع 16 سنه والعب في الفريق الاول كمان. كان مين اللي طلعك كابتن عودة؟ كان ساعتها كان مسكني حمدي سيكلا في الناشئين، وكابتن انوس طبعا كان هو اللي ماسك الفريق الاول طلعني. كان الغريبه كابتن كريم برضو انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، هنا عايزين نصبر على الناشئ. الناشئ ممكن تلاقي جسمه ضعيف ولا حاجه، فرق كتير ما تصبرش عليه تمشيه، تقول لك لا، بيجي في فتره تلاقي جسمه بيتغير وفرد، وتلاقي القوه بتاعته والسرعه بتاعته زادت. وده اللي حصل معايا. انا رحت المقاولين العرب انا عندي 8 سنين، دي يمكن اول مره اقولها. وصلت ل 14 سنه يمكن ما لعبتش نص ساعه في احتياطي، 5 6 سنين ما بلعبش خالص، كان جسمي ضعيف جدا جدا. انما في مهاره ماشي، فكل سنه يجي مدرب عايز يمشيني يقول لك مهارته كويسه بس حريف خليه، مستنيين مستنيين. لغايه في ال 15 سنه، من بين ال 15 وال 16 جسمي فرق. لعبت موسم واحد، اول واحد يطلع فريق اول من فرقتي ماشي، يعني فجسمي فرق في ال 16 سنه حاجة. فكان عاملين ماتش ما بين ال 16 وال 18، كابتن انوس جه اتفرج على الماتش ده، ربنا كرمني فيه وكنت فايق قوي، فقام صعدني على طول فريق اول. وبعد كده خلاص الفريق اول مليان عفاريت، يعني عفاريت طبعا، كان احمد نخله اللي في مكان، يعني في مكانك احمد نخله، كابتن احمد نخله والسيد حسن، كانوا باكين ليفت محترمين. لا كابتن نخله كان تقيل طبعا. بالظبط. فاحمد نخله لما راح الاهلي فتح لي السكه بقى حلو، فالحمد لله لعبت، كان وشي حلو على الفريق. اول سنه اطلع معاهم كانت سنه 90، خدنا كاس مصر حلو، خدنا بطوله كاس مصر، ولعبت معاهم بطوله عربيه وافريقيا، وكانت دي اول بطوله. نادي المقاولين جايب في تاريخه كلها 7 بطولات او 8 بطولات، 8 بطولات جايب منهم انا 5 بطولات. خدت كاس وخدت افريقيا، خدت كاس مصر سنه 90 وكاس مصر 95 وكاس مصر 2003، كنت انا كابتن الفريق مع كابتن حسن شحاته. حلو. طبعا دي اخر بقى فترتك كلاعب. وخدت 96 كاس افريقيا. حلو. وخدت السوبر كمان 2004 السوبر. ووصلت 4 نهائيات، مره مع الاسماعيلي نهائي كاس مصر، ومره مع المصري برضو غلبنا 4-3. أيوة. نهائي كاس مصر، ايوه كان على استاد القاهره، ومرتين سوبر. حلو. سوبر افريقي مع الزمالك وخلص بضربات الجزاء، واكتر بطوله حزنت عليها. ليه بقى؟ انت عشان تاخد تلعبين ماتش حلو، عشان تاخد بطوله السوبر الافريقي دي بطوله كبيره طبعا، لازم تاخد بطوله محليه، وبعد المحليه تاخد بطوله افريقيه ماشي، وبعد البطوله الافريقيه تلعب السوبر، فبتتوج بقى كل المجهودات دي ببطوله السوبر الافريقي. مش هتحصل كتير في التاريخ. صح. فجينا اتغلبنا في الاخر بضربات الجزاء، ونادر السيد هو اللي كان كابتن نادر حريف ضربات جزاء طبعا. وفي برضه بطوله السوبر المصري برضه طلعنا من الزمالك، كانت كان خدنا بطوله كاس مصر ولعبنا السوبر مع الزمالك، اسامه نبيل اللي جاب الهدف ده. برضه من الماتشات اللي تزعل عليها جدا، ان الشوط الاولاني 0-0، الاكسترا تايم 0-0، لغايه كان ناقص بالظبط 3 دقائق ونلعب ضربات جزاء. حصل ايه؟ حاجه غريبه. جالنا ضربه جزاء ماشي، ضربة جزاء انت عارف في الدقيقة 117 خلاص الماتش بتاعك، يعني ومحدش يحسب ضربة جزاء في الوقت ده الا حكم دولي، كان جمال غندور هو اللي حسبها. فجه محمد الحادي كان أول ماتش يلعبه ماشي، فقال له أنا عايز أخش التاريخ سيبوني أشوطها. اتفضل يا محمد. راح شاطها وداها عند الكورنر ضيعها، اتردت علينا، جت فينا جون في الدقيقة 118 وراح مننا حلو السوبر. ده خلي بالك يا كابتن كريم، ده يعني أنا جبنا 5 بطولات، جايب 5 بطولات في النادي، و4 نهايات ما بتحصلش بعيد عن اهلي وزمالك طبعا. مش عايزه كلام.